المغربي علي أخربوش من مرزوقة. علي هذه أول مشاركة له في رالي دكار، شارك ثلاث مرات في الراليات الصحراوية مثل رالي ريد إيبو مايا 2009، رالي مرزوقة الصحراوي 2017، المؤهل لرالي دكار، رالي المغرب الصحراوي العام الماضي، حيث تمكن علي من إنهاء كل الراليات التي شارك فيها. أمنياتنا لك بالتوفيق يا علي. Again, ladies and gentlemen, as we continue with the bikes, we have biker 162, Mr. Ali. هنا إذن الدراج المغربي علي أخربوش من مرزوقة.